subscribe now. هلا بأبناء الوطن. أبغى أستخرج بعض الأوراق الرسمية. إيه زين، لكن الموظفين اليوم كلهم في إجازة. تعال بعد أسبوع ويكون كل شي جاهز. سيدي ولي العهد، مثل ما طلبت، حصلنا المعارض وخبرناه يروح يرجع، وحددنا له جرعة المخدرات الرجل. أجيب الجثة وأجيك. لا يا الغبي، كنت عارف أنك بتجيب العيد. ننتقل للخطة بي. إيه؟ أقول افتح الشنطة اللي أعطيتها لك، نبدأ فيها منشار، نقطع الجثة ونظف المكان زين. أوكي. يجوك الشباب من مصر ودبي ومعهم شناطة علشان توزعوا القطع فيها وتجيبوها. سلام. دور مكان الدم تدري لازم. بعد أن أسمع التسريبات الأمنية، تورط الدب الداشر في اغتيال المعارض، أعلن الجميع انسحابهم من المشاركة في مؤتمر دافوس الصحراء في الرياض. ايش نسوي يا ربي؟ ايش نسوي يا ربي؟ بكلم ابوي. بايعك على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعزرة. سأحاول حمايتك، لكن هذا غير أكيد، والتكلفة 800 مليار دولار بغض النظر عن النتائج. اوكي سيدي ولي الأمر. Subscribe now.